يستعد الناخبون في كوسوفو للتوجه إلى مراكز الاقتراع في انتخابات برلمانية مبكرة يراهن عليها رئيس الوزراء المنتهي ولاية هاشم تاتشي لتمديد فترة بقائه في السلطة والتي استمرت لأكثر من 6 سنوات. وتعد مشاركة الصرب شمال كوسوفو في الاقتراع من الرهانات الرئيسية للانتخابات المقبلة ومؤشرا مهما على إمكانية نجاح اتفاقية تاريخية أبرمت عام 2013 بشأن التطبيع مع صربيا، ما يسمح لبريشتينا وبلغراد بالمضي قدما نحو انضمامهما إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الحزب الديمقراطي بزعامة تاتشي بفارق ضئيل عن حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو بزعامة عيسى مصطفى وحزب تقرير المصير القومي المتشدد بقيادة ألبين كورتي. ويأمل سكان كوسوفو بأن تفرز الانتخابات المقبلة حكومة قوية تستطيع مواجهة تحديات اقتصادية صعبة في البلد الذي يعاني 35% من سكانه من البطالة، بينما يعيش 47% منهم في أحضان الفقر.